كلمة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، استهلالاً يشرفني سيادة الرئيس أن أتوجه لسيادتكم بخالص التهنئة بتولي سيادتكم ولاية جديدة مستحقة عن جدارة قال الشعب المصري فيها كلمته بما لم يقله من قبل. سائلا الله العلي العظيم أن يجعلها ولاية خير وبركة على مصر وأهلها أجمعين، وأن يجزيك خير الجزاء عما قدمت وتقدم لخدمة دينك وطنك الذي شهدت فيه عمارة بيوت الله عز وجل في عهد سيادتكم نهضة غير مسبوقة. نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لكم يوم القيامة. كما يسرني أن أهنئ سيادتكم بفوزكم بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024 بعنوان بطل السلام. مؤكداً أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على صنع سلام حقيقي، فالسلام الحقيقي هو الذي له قوة رشيدة تحميه، وهو حال مصرنا العزيزة في ظل قيادتكم الحكيمة. وبعد، فألخص حديثي في نقطتين: الأولى عن القرآن الكريم، ذلكم الكتاب العزيز الذي أنزله الحق سبحانه على نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، يقول سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. مع بياني أن الثمرة الحقيقية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته إنما هي في حسن فهمه وتدبره وحسن العمل به ومدى التزامنا بأخلاقه وتعاليمه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لذا جعلنا فهم مقاصد ومعاني القرآن الكريم جزءاً لا يتجزأ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجميع مسابقاتنا القرآنية. أما النقطة الثانية فعن مدى تحقق التقوى التي هي غاية الصيام في نفوسنا، حيث يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم الحق لا يكذب ولا يغش ولا يحتكر ولا يستغل ولا يأكل سحتا، فما صام ولا انتفع بالصيام من أمسك عن الطعام والشراب طوال اليوم ولم يمسك عن المال الحرام أو أذى الخلق أو الغيبة أو النميمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالدين المعاملة، الدين حسن الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وختاما أقول: أبشر سيادة الرئيس، فإننا نستقبل جمهوريتنا الجديدة بافتتاح ما يزيد على 11,900 مسجد إنشاء وتطويرا في عهدكم الميمون، وما يزيد على 150,000 مسجد هيأناه بفضل الله وحسن توجيهاتكم للراكعين والساجدين عبادة وتلاوة وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم يذكر فيها اسم الله آناء الليل وأطراف النهار. كما نستقبل جمهوريتنا الجديدة بأكثر من 400 إصدار علمي ودعوي وتثقيفي في خطاب تجديدي يجمع بين فهم مقاصد القرآن والسنة ومراعاة فقه الواقع، وبنخبة من الأئمة والواعظات الذين تعاهدتهم سيادتك إكراماً ومتابعةً وتوجيهاً، وغرسنا فيهم تدريباً وتثقيفاً صحيح الفهم، فملأوا الدنيا علماً وفقهاً ووسطيةً داخل مصر وخارجها بما شهد ويشهد به القاصي والداني في العالم كله. وإذا كان الشاعر الأموي الفرزدق قد قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريء المجامع. فلك سيادة الرئيس أن تفخر بما صنعت وما قدمت، وأن يقول لسان حالكم: أولئك أبنائي، أبناء مصر، ومنهم أئمتها وواعظاتها الذين تعهدتهم، أولئك أبنائي، هم أبناؤك سيادة الرئيس، أولئك أبنائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريء المجامع. فلسيادتكم كل الشكر والتقدير على ما أوليتموه للخطاب الديني الرشيد من عناية واهتمام. واسمحوا لي سيادة الرئيس أن أشرف بإهدائكم نسخة من موسوعة رؤية التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي تلخص جانباً من إصداراتنا في مجال تجديد الخطاب الديني. وكل عام وسيادتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.